ليلة الفاتح من نوفمبر نرفع أيدينا لقراءة سورة الفاتحة ترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا النفس والنفيس من أجل الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم مجاهدينا، اللهم احفظ بلدنا من كل سوء، اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير.